السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنشرح فيه كيفية استخدام الوضع الخفي للمتصفح على أجهزة الكمبيوتر. تعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. بالنسبة للمتصفح الافتراضي اللي بيجي مع الويندوز اللي هو انترنت اكسبلورر، ده للأسف مفهوش خاصية التصفح في الوضع الخفي، لذلك بنصح محدش يستخدمه خالص. استخدموه بس ان انتوا تنزلوا من خلاله الجوجل كروم او اي متصفح تاني. اما بالنسبة للمتصفح مايكروسوفت ايدج، من خلال التلات نقط اللي جنب بعض فوق هنختار نيو برايفت ويندو، ومن خلال شريط العنوان هنكتب الموقع اللي احنا عايزين نتصفحه في الوضع الخفي، وليكن المثال هنا موقع فيسبوك. ده بالنسبة لمتصفح مايكروسوفت ايدج. وممكن نفتح التصفح الخفي من خلال اختصار الكيبورد، هندوس على ثلاث زرار مع بعض اللي هو زرار كنترول وزرار شيفت وزرار حرف ال N. لما هندوس عليهم مع بعض هيفتح لنا صفحة التصفح الخفي. أما بالنسبة لمتصفح الجوجل كروم، هندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض وهنختار New Incognito Window، ومن شريط العنوان هنكتب الموقع اللي عايزين نتصفحه في الوضع المخفي أو الوضع الخفي. وبرضو متصفح جوجل كروم لاختصار يفتح بالوضع الخفي، وهو هندوس برضو على نفس الزراير كنترول وشيفت وحرف ال N. ده بالنسبة لمتصفح جوجل كروم. بالنسبة لمتصفح الفايرفوكس، هندوس على الثلاث شرط اللي فوق بعض من أعلى الشاشة وهنختار نافذة خاصة جديدة، وفي الغالب بيكون قدامها رسمة نظارة. ومن شريط العنوان هنكتب الموقع اللي عايزين نتصفحه في الوضع الخفي. برضو متصفح الفايرفوكس ليه اختصار عشان تفتح، ليه اختصار من الكيبورد عشان تفتحه على طول، وهو زرار كنترول وشيفت وحرف البي. ده بالنسبة لمتصفح الفايرفوكس. أما بالنسبة لمتصفح البريف أو بريف، وده متصفح جميل جدا، أنا بحب أستخدمه لأنه بيحجب الإعلانات. يعني أنت لو بتستخدم موقع اليوتيوب هتلاقيه حجب لك أي إعلان بيظهر على الفيديو. من الثلاث شرط اللي موجودين من فوق هندوس عليهم وهنختار New Private Window، ومن شريط العنوان هتكتب عنوان الموقع اللي انت عايز تتصفحه في الوضع الخفي. في ميزة تانية في متصفح بريف وهي New Private Window with tour، ودي أفضل من الوضع التاني لأن هو بيحمي الخصوصية بتاعتك، لأن هو بيغير مكان أو عنوان الأي بي اللي أنت بتخرج منه. بس أنا منصحش بيها مع مواقع التواصل الاجتماعي لأن هو هيعتبر إن أنت داخل من مكان غير اعتيادي أو غير معتاد إن أنت تدخل منه، ففي احتمال كبير ان هو يعطل لك حساب او الحساب بتاعك. ومتصفح بريف ليه برضو اختصار من لوحة المفاتيح وهو كنترول وشيفت وحرف ال N. هفتحه لك الوضع المخفي او الوضع الخفي على طول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.